لم تأتي الانتقادات الموجهة إلى الحكومة هذه المرة من الفريق المعارض خارجها، بل من وزير ينتمي لأكبر فريق داخلها. والانتقاد وجه بداية للطريقة المعتمدة في حل أزمة الأجور وسط ما سمي بحال الكسل الفكري الذي يصيب الجميع. الحكومة مطالبة بمزيد من العمل وبمزيد من الإنجازات وبمزيد من الجهد، لأنه بعتقد أن نحن عم نواجه يعني أخطر ما نواجهه هو حالة الكسل الفكري. ما حدا لا بده يكتب، لا بده يقرأ، لا بده يسمع، بس بده يطلع يعترض بالإعلام من دون ما يقدم أي مساهمة. باسيل رفض تأخير مناقشة الموازنة من خلال ربطها بملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. أي تأخير للمناقشة الموازنة يلي توزعت لقلنا ما بعتقد أنه مبرر، وخاصة إذا عم نربطه بموضوع المحكمة. ما بيصير نصفي نربط كل حياتنا بالمحكمة، لا، فينا نبلش بنقاش الموازنة وبتتضمن بنود عديدة من المحكمة مثل ما هي مرفوعة، ولكن هذا بند من بنود كتير تانية أهم بكتير. باسيل طالب كذلك بالإسراع في إنجاز التعيينات الإدارية واحترام المناصفة. الجهات يلي هي عندها التمثيل هي يلي بيكون عندها الكلمة بالتعيينات، مش منجي عند كل فئة منقول هيدي محجوزة لطايفتها وبعدين منترك الفئة المسيحية مشاع مباح الكل بدون يمدوا الإيد عليه. هذا الأمر بده يتوقف. وكان باسيل أورد في مؤتمره الصحفي إنجازات الوزارة في ملف التنقيب عن النفط وملفات مشاريع المياه والكهرباء.